ده كان كلام الكابتن حسام بدري في المؤتمر الصحفي اللي انعقد منذ قليل. الكابتن حسام بدري سئل عن اسئله كتيره جدا، يعني عن اختياراته وعن فكره. اكيد هو مش هيتكلم عن كل التفاصيل، واكيد هو كمان جاوب وقال انا مش هينفع اتكلم في كل التفاصيل. اكيد قال كمان ان في فرق ان انت بتلعب على بطوله، وفي فرق انت بتلعب في مجموعات بطوله، يعني ماتش ماتشين، يعني هو ماتش واحد، شوط في مصر وشوط في المغرب. فبرضه الموضوع صعب جدا، وتركيزه بيكون لو بنركز في المجموعات 50% بنركز، او بنركز حتى 100% بيكون التركيز اكتر من 1,000,000%. بيتكلم كمان ان في النادي الاهلي دايما بيبقى على قد المسؤوليه في اي مكان وفي اي زمان بيكون فيه، واللعيبه يعني حاسه قد ايه الجماهير مستنيه هذه البطوله وهذه الكاس الغاليه جدا اللي بتودينا لكاس العالم للانديه. سئل سؤال كمان عن وائل جمعه تحديدا، وقال ان هو كان بيحارب وليد ازارو او ما بيحبش او انتقد وليد ازارو. يا جماعه مت يعني تحديدا النجوم الاهلي الكبار، النجوم اللي يعني يسجلوا اسمهم بحروف من ذهب في تاريخ النادي الاهلي، ما ينفعش نتاجر باهلاويتهم مهما كان. ممكن يكون وائل مثلا خانته الالفاظ، هو وائل عايز، او اي لعيب لعب في النادي الاهلي او اي محب النادي الاهلي عايز مهاجم في ثانيه يجيب جوان، اي فرصه يستغلها بجول. فده ما نقولش ان هو بيكره او مش عارف ايه، لا طبعا انا مش مع الكلام ده خالص. وائل ممكن تكون خانده اللفظ، لكن وائل محدش يقدر يشكك ان هو اهلاوي، ومحدش يقدر يشكك ان هو بيحب النادي الاهلي ايا كان بقى اللي بيحصل ايه، او ايا كان الظروف اللي حصلت قبل كده ولا بعد كده. محدش يشكك في اي واحد لبس فانيله النادي الاهلي، حتى لو في تمرين، حتى لو لف بيها حوالين سور النادي الاهلي. تخيلوا ان في جماهير ماتت عشان النادي الاهلي من غير حتى ما يدخلوا تمرينه، فما بالكم بقى باللي لبس تيشيرت النادي الاهلي واتمرن فيه وقعد فيه وشال بطولات واتكسر واتمزق، ويعني مش عايز اقول اكتر من كده، يعني اتبهدل في النجيله بتاعت النادي الاهلي علشان يرفع من اسم النادي الاهلي ويرفع من اسمه كمان. فلو سمحتوا ما تشككوش في اي واحد انتمى للنادي الاهلي، سواء مشجع او لاعب او رئيس او اداري او عامل او ايا كان. واحد استظل، دايما بقول اللفظ ده، استظل بظل هذا الشعار الكبير، فهو مخلص جدا لهذه القلعه او هذا الكيان الكبير. نرجع بقى